أن له والد مريض يبلغ من العمر ما يقرب من 65 عاما ومصاب بمرض السكر والضغط وأصيب بمرض قريب من الشلل. تنوم في المستشفى لمدة 3 أشهر بما فيها شهر رمضان، وحينئذ يبدو أنه لم يصلي خلال تلك الفترة، ويسأل عن الصلاة والصيام في إقصاده، هل تصلى عنه أو كيف تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. المريض يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له ترك الصلاة ما دام عقله باقيا، ولكنه يصلي على حسب حاله، قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، وإن قدر على التطهر بما وجب عليه، وإلا يتيمم بالتراب، بقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإذا صلى على جنبه أو مستلقيا فإنه يومئ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل سجوده أفضل من ركوعه، ولا يجوز له ترك الصلاة ما دام أنه يعقل. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، يظنون أن المريض ما دام منوما في المستشفى أنه لا يصلي ويوخر الصلاة إلى أن يخرج، وهذا غلط كبير، لأن ترك الصلاة لا يجوز، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأنها تؤدى حسب الاستطاعة كما سمعنا. الصحيح له صلاة خاصة، والمريض له صلاة خاصة، كل يصلي، والخائف له صلاة، والآمن له صلاة، والمسافر له صلاة، والمقيم له صلاة، فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وإنما يصليها المسلم على حسب حاله ومقدرته، ولا يصلي أحد عنه. صلاة لا تدخلها النيابة، لأنها عمل بدني، فإن كان يستطيع قضاء ما ترك فإنه يجب عليه أن يقضي ما تركه، ولو تأخر القضاء، إذا نشط وقدر على القضاء فإنه يقضي، ولا يصلى عنه أبدا، وإن مات وهو لم يقضي الصلاة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يصلى عنه. وأما الصيام فإنه إن قدر على القضاء فإنه يقضي، وإن لم يقدر على القضاء لإمرار المرض معه وهو مرض مزمن السكر لا يرجى له شفاء، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا مقدار نصف من الطعام، والكيلو كيلو نصف عن كل يوم. يجوز أن يدفعها لعدة مساكين أو لمسكين واحد لأن يجمعها، يجوز أن يدفعها متفرقة، وأن يدفعها مجموعة، وأن يدفعها لعدة فقراء أو لفقير واحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.